اسمي مريم من Inner Beauty Buzz وأنا بحب كل شيء عن ال wellness الصحية holistic living يعني كل شيء طبيعي كتير وأنا أم كمان لثلاث أولاد والعربي تبعي مش كتير منيح بس بليز إذا فيكم تساعدوني شوي مع العربي لو سمحتوا واليوم بدي أخبركم عن خمس أشياء بتساعدكم تخسروا الوزن يعني to lose weight وهلا أول شيء هلا هاي اسمه apple cider vinegar يعني بالعربي يمكن خل التفاح وهاي كتير كتير منيح وبتشوفوا results على السريع إذا استعملوا هاي على الصبح يعني ما في أكل بالمعدة ما في إشي قهوة وشاي بس أبوك يعني على طول you wake up وتحطوا ملعقتين من الأبل سايدر فينيجر بالماء يعني مش ماء بردة بس عادي واشربوا هيك يعني على طول وبتشوفوا يعني مع الأصبعين شحر شحرين شوفوا يعني الوزن خلص بتروح من الجسم يعني كتير واو أنا بحب هاي كتير وكمان أنا بحب الشاي أخضر هاي كتير منيح للجسم وكل شيء للبشرة للشعر يعني كل شيء وكمان إذا بدكم تخسروا الوزن لازم اشربوا من الشاي أخضر خمس مرات باليوم القليل عشان هاي بتخلي الميتابوليزم أكتر يعني it works faster increases the metabolism وبتشوفوا إذا بس يعني خمس مرات القليل وبتساعدكم كتير وثالث شيء أنا خلص بالبيت ما في سكر أبدا ما في سكر بالقهوة بالشاي بالكيكس بس عسل وأجاب سيرب كتير منيح لل يعني أحسن يعني مش كتير منيح بس أحسن من السكر إذا بدكم إشي حلو وإذا بدكم حطوا بالشاي وقهوة كمان فيكم استعملوا أجاف سيرب وهاي كتير إذا إنكم سكري كمان عشان يعني أكتر يعني قليل يعني السكر يعني القليل من السكر عادي وفي أقل كالوريز كمان يعني عشان هيك بتساعدكم تخسروا الوزن بس يعني مش كل اليوم كل شيء بس يعني مرة مرتين باليوم يعني الماكسيموم أوكي ورابع شيء أنا بحب كتير الجبنة والأشياء فيه حليب البقر بس أنا حسيت بالحملة أنا أكلت كتير منهم والوزن بت يعني it wasn't going يعني بتخلي الجسم وهلا يعني بس مرة مرتين بالأسبوع أنا باكل جبنة وإذا بدي إشي يعني أكتر لبنة ولبن منيح كمان بس مش أكتر من هيك يعني أنا بحب الجبنة سو فيني أكل الإفطار الغداء السحور كمان بس لا بس مرة مرتين بالأسبوع وحسيت إنه ساعدني تخسر الوزن faster يعني السريع وكمان خمس شيء أكيد لازم يعني تعملوا رياضة وسبورتس وإشي أكتيف يعني أنا كتير أكتيف عشان عندي ثلاث أولاد ويعني كل اليوم من صبح لليل أنا بتحرك بس أنا كمان يعني أنا كتير بحب اليوغا وهلا الطقس كتير حلو بالدبي سو فيني روح برا وجوجينج وهيك أشياء بس لازم تتحرك البادي عشان الجسم تشيل الوزن تروح الوزن ويعني أحسن لإلك يعني أحسن أفكاركم وجسمكم وكل شيء سو لازم أكيد ثلاث مرات بالأسبوع وأكثر ويعني آخر شيء نحن بالبيتنا أبدا 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 ما في KFC وماكدونالدز وهيك الفاست فودز عشان كتير فيه يعني كمويات وفات ويعني كالوريز وكتير مش منيح للجسم سو الأولاد ونحن أنا وجوزي أبدا ما أكلنا يعني أكلنا من بس لا
ابدا ابدا ما باكل الفاست فود وكثير مش منيح. سو انتو لازم يعني وقف، اذا يعني وقف الفاست فود كمان اذا بدكم تسخروا الوزن، وخلي الجسم قويه وكل شيء يعني بيوتيفول. شكرا للمشاهدين، بليز شوفوا ماي اذر فيديوز كمان، وبليز سبسكرايب تو ماي شانل. وشكرا كثير، وللمره الجاي خليكم حلوين. Stay beautiful. Bye.